السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كريفيت بيني اللي كيجي من ألد واروع ما يكون بطريقة جد سهلة ومبسطة. فكنتمنى لك انتم اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا او الف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذا لتحضير هذا البيني، أول حاجة غادي نوريها لكم وهي كيفاش غادي نقيو الكروفيت باش يبقى لنا الحجم ديالو ملائم لهذا البيني. فأول حاجة كنحيدو الرأس، ثم كنحيدو هاد الجوانب بحال هكذا، ونحاولو نخليو هاد الأخر ديالو ما نقيسوش لأنه بيه باش غادي نقليوه. انتما كيف كتشوفوا طريقه سهله جدا. ثم ناخذ عود ديال الاسنان باش غادي نزول هذوك المصارن اللي تيكونوا في البطن ديالو، كاين اللي ما تيكونش فيه وكاين اللي تيكون فيه. انتما كيف كتشوفوا ها هو هادو هما، شفتوا؟ فكنزولوه بحال هكذا، اولا ممكن يعني تفلحوه بالسكين. انتما كيف كتشوفوا فهذا هما اللي تيكون فيهم داك الماكله ديالو وداكشي. فبنفس الطريقه يعني غادي نكمل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الكروفيت، وغادي نغسلو بطبيعه الحال. انا فقط حبيت نوريكم الطريقه باش تعرفوا كيفاش تجيكم سهله، يعني ما هيش صعيبه باش اننا نقيو بها الكروفيت. وإلا ما حيدناش هاد المصارن ديال الكروفيت ملي تنبغيو ناكلو دائما كنحسو بواحد الرمله، يعني كنحسو بشي حاجه كتغزز في هاد الكروفيت، فكتكون من المصارن ضروري اننا نحيدوهم. من بعد ما انتهيت من الكروفيت نقيته مزيان وغسلته، عندي هنايا كاس ونصف من الدقيق، زدت مع قليل من الخرقوم، كذلك غادي نضيف 4 ملاعق كبار من المايزينا او لا نشا الذرة. فبالنسبة للخليط كيبقى على حسب يعني شحال درتو ديال الكروفيت، عينكم ميزانكم. فوالا كذلك عندي كيس من خميرة الحلويات من وزن 800 غرام، غادي نضيف الملح والفلفل الاسود، ممكن تضيفوا الكمون اذا كنتو كتبغيو الطعم ديالو، لكن انا ما غاديش نضيفوه. حتى التحميره الا بغيتو تضيفوها كتضيفوها، يبقى لكم الاختيار. كذلك غادي نضيف الملح، فانا حسب الذوق من طبيعه الحال. كذلك غنضيف واحد شويه فوق الكروفيت باش ما يجيناش مسوس من الداخل. غادي نزيد قليل من التوابل الخاصه بالسمك، غير واحد شويه، ونردو البال لانه حتى هما كيكون فيهم الملحه. قليل من صلصه الاويستر او صلصه المحار، هذا كيبقى اختياري ولكن راه كتعطي واحد الطعم زوين لهذا الخليط. شويه ديال المعدنوس، وغادي نبدا كنخلط الكل بالماء، ماء بارد من طبيعه الحال. بالنسبه للماء حتى هو كيبقى عينكم ميزانكم، انا غادي نوريكم الخليط كيفاش خصو يكون، يعني بحال الخليط ديال الكيك تماما. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانه فعلا رائع جدا وعمركم غادي تستغناو عليها، وطريقه جد سهله وكتغيير يعني للكروفيت. فغادي نخلط هذه المكونات كامله مع بعض. من
انتم كيف كتشوفوا خصنا نحصلوا على قوام بهذا الشكل هكذا، خصو يكون شويه ثقيل. غادي نخلطو مزيان، انا غادي نكتفي بالماء ما غاديش نضيف مزال. صافي ها انتم كيف كتشوفوا كيجينا على هذا الشكل، وهكذا الخليط ديالنا كيكون واجد. دابا غادي نخلط هاد الكروفيت مع هاد الملحه، وإلا حبينا انه يجينا الكروفيت داير كنخليه كيف ما هو هكاك، اما الا حبينا يكون طويل يعني ما يتكمش وقت القلي فغادي ناخذ واحد السكين وندير له هكذا فلاحات غير واحد شويه ما نهبطوش حتى لتحت. شفتوا واحد ثلاثه ديال الفلاحات فداك الدوره ديالو باش كيجينا هكذا طويل بحال هكذا. صافي وندوزو نقليوه مع بعض. صافي غادي ناخذ هنايا واحد المقلاه كنوضع فيها زيت يكون غزير، ودابا غادي نبداو باش نقليو الكروفيت ديالنا. فغادي ناخذ الكروفيت على هذا الشكل وكنغطسو هكذا في الخليط ديال البيني كيف كتشوفوا، وكنوضعو ديريكتومون في الزيت طبيعي الحال يكون سخون من قبل. صافي كيف كتشوفوا كنكمل بنفس الطريقه كنغطسو مزيان مزيان في هذاك الخليط ديال البيني، وكنوضعوه كيف كتشوفوا في المقلاه كنخليوه حتى كيتحمم طبيعي الحال. غادي نقلبوا للجهه الثانيه فين بعد ما كيتساسوا داك اللون الذهبي غنزولو من المقلاه ونوضعو فوق واحد هكذا باتي او منديل ورقي باش كيتشرب لنا داك الزيت كيكون زايد. ونفس الطريقه غادي نكمل الكميه اللي عندي حتى كنساليها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال الكرافيت بينيه كيجيو على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو مقرمشين وبنان بزاف، فانا قدمتهم مع صلصه اللي فيها فرماج ودانو مسوس اولا ياغورت مسوس، ونسمو باي حاجه حبيتو. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم، فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتو مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.